الكل يستعد حق المدارس، وعدد كبير من أولياء الأمور صاروا يشتكون من ارتفاع أسعار ملابس الطلبة والأدوات المدرسية مثل القرطاسية وغيرها. كاميرا الاي تي في خذت جولة على الأسعار وخذت رأي الناس في الأسواق. أول أسعار الملتزمات الدراسية أعلى ولا هالحين؟ لا أكيد قبل أحسن، قال يا واجد يعني درجة يعني شيء ما حديد ميزانيتنا اشتحوين وبنطرون بخمسة بستة. العادة كل سنة يكون يعني الطالب كم متجهزة إذا الطالب الواحد؟ تقريبا يبي لها 20 دينار، يلا يكفي يعني ملابس وكشاكيل اليوم ال20 دينار تشوفها مناسبة لتجهيز طالب؟ لا والله ما تكفي، لا لا لما أنا أشوف حتى هالدفتر واحد بس دينار ربع، شوف عاد كم مادة عليك حساب. وعشان نتأكد من الأسعار سألنا أصحاب المحلات وقلنا لهم رأي الناس فيها. كطالب مثلا عندك بدلة المدرسة على دينار 900، عندك الدفتر على 100 فلس، على 150 فلس، من الثانوي إلى المتوسط إلى الابتدائي الملابس عندك من الدينار 900 إلى 5400 6900. طبعا الجواتي تبتدي عندك من 3900 دينارين ونص حسب النوع حسب الماتيريال والخامة. فمثلا أنا عندي الحين عندي أسعار متوسطة تبتدي دينارين ونص، وعندي 3900 على حسب أدواق وكل الأسعار للناس كلها تبتدي من دينارين ونص يا أخوي إلى 4900 5900.